السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم ياسين من قناه ديال ليرن سبانيش ويت ياسين. هذا الفيديو غادي يكون اول فيديو من دوره جديده على القناه، وهذه الدوره تكون خاصه بتعلم المفردات والمصطلحات والكلمات الجداد في اللغه الاسبانيه بطريقه لن تجد لها مثيل في اليوتيوب او في اي مكان اخر. طبعا الطريقه التقليديه هي ان نضع لك صوره تحتها كلمه تعني معنى الصوره، مثلا الكوتشي. لكن هذه الطريقه للاسف اغلبيه الناس ما كيقدروش يكملوا الفيديو او كيجيهم الملل، فلهذا احنا من خلال التجربه ديالنا عرفنا ان الناس كيعجبهم يتفرجوا في الفلوغين، يعني الفلوغ في الشارع، في شاهد جولتي في سيارتي الى اخره. لكن احنا غنستغلوا هذه النقطه هذه بشكل ايجابي، الا وهي كالتالي: عوض من تعلموا كلمات بطريقه تقليديه غادي ندير لكم فلوغ، وفي هذا الفلوغ اي حاجه كتبان في الفلوغ غادي نقوم بترجمه ديالها للغه الاسبانيه. طبعا في كل مره غادي نختاروا مكان معين اللي غنتعلموا فيه مصطلحات وكلمات جداد في ذاك المكان المعين. بحال مثلا اليوم ان شاء الله غادي يكون الفيديو خاص تعلم جميع المفردات والمصطلحات اللي كاينه في الشاطئ او في الكورنيش كما كنقولوا بالدارجه المغربيه، فلهذا تابعوا الفيديو حتى الاخر. اذا كنتوا جداد في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وديروا جيم المحتوى باش نستمروا ان شاء الله في العطاء اكثر. La palmera, la palmera. El mar, las nubes, el cielo, el paseo, el bordillo. El bordillo. El césped. El césped. La arena. La arena. El agua del mar. El agua del mar. El barco. El barco. La pasarela. La pasarela. La figura. La figura. El sol. La farola. El banco. La papelera, la plaza, la plaza. El parque de juegos. El parque de juegos. Oh, los columpios. Los columpios. El avión. El avión. La pareja. La pareja. اذا عجبكم المحتوى بهذه الطريقه هذه وبغيتوا نديروا بزاف الفيديوهات في بزاف البلايص ونتعلموا مصطلحات جداد بهذه الطريقه هذه، فخليوا لي شي تعليق محفز اسفل هذا الفيديو وشاركوا في القناه وفعلوا الجرس وديروا جيم ونتلاقاو في الحلقه الجايه. يلا تهلاو.